أحدثكم الليلة عن إنسان ظل عالقا داخل أنبوب يؤدي إلى بئر لستة أيام كاملة في بلدية الحوامد بولاية المسيلة. أحدثكم اليوم عن شاب عمره 26 سنة ظل في أنبوب قطره 35 سنتي ستة أيام، لدرجة إن في بعض الناس ما صدقتش إن ممكن إنسان يدخل أنبوبة بهذا القطر 35 سنتي، وإن جنية هي اللي بتصرخ من جوه الأنبوب لتطلب النجدة. أحدثكم الليلة عن عياش مكدوبي اللي قاعد يصرخ 3 أيام طالبا للنجدة من غير أكل ولا شرب وقليل القليل من الهواء وقدماه مغروزتان في المياه والطين. 3 أيام بيصرخ عياش وتصرخ بجواره أمه، ويجلس والده ليضع يده على رأسه لعله يخرج عياش. 3 أيام والخيام تنصب حول البئر، أهالي المسيلة ازدادوا وجاءوا بالآلاف لعلهم يدعون لعياش عن قرب لعله ينجو. ولم يتأخر أصحاب الشركات الخاصة في المسيلة عن توفير معدات الحفظ والتي كانت كلها على حسابهم الخاص. 3 أيام تمسك عياش فيها بالأمل، وتمسك به أهله وتمسك به أحبابه. 3 أيام والجزائر كلها بتتمسك بالأمل، لكن بعد 3 أيام خارت قوى عياش وخفتت أنفاسه، ثم صمت وانقطع صوته للأبد. لا أحد يريد أن يصدق. يصرخ أخوه في وجه المحافظ حج مقداد المتأخر والعاجز كالدولة ورئيسها تماما. في الربع ايام هذا وين كنت؟ خويا كان عيط في الربع ايام حي، هذا 3 ايام حي، فهمتني؟ ممكن جاوب متى اسمح لي نكمل لك وجاوبني. ما تقلق ما تقوليش ما تقلقش والله. انا هو راه يتالم ربع ايام 3 ايام هو يتالم يعيط لي، وانا جيت ما لقيت والو، جيت غير الشعب ومتريال الشعب. انا نطلب منك انت وين كنت كوالي ورئيس البلديه ورئيس الدائره شوف راه نقول دير ثقه في الدوله، او دير ثقه في ربي انا، شوف ربي والدوله والله ما كثر خير. 3 ايام واخويا بيصرخ فيا وادور عليكم، ما لقيتش حد، ما لقيتش غير الشعب. هكذا قال اخو عياش في وجه رئيس البلديه. لكن الصراخ لن يعيد عياش، والذي لم يكن له من اسمه نصيب فلم يكن عياشا، ولكن لعله عيشا آخر كتب له في نعيم دار الخلد. الجزائر تعلن موت عياش بعد 6 أيام، ليتحول البحث من 3 أيام ليصبح عن جثة عياش، لأن عياش قد مات. لعلنا فقط نجد جثته بعد أن تقاعص الوطن أن ينتفض للمرة المليون من أجل الإنسان. كل الأهالي، كل الشهادات، بل كل الصرخات تجمع على ان الوطن الجزائري لو هب واقفا مستدعيا كل امكانياته وخبراته وعقوله او امكانيات اصدقائه الفرنسيين لكان قد خرج عياش. لكن لو تفتح عمل الشيطان والشياطين للاسف تسكن كل اراضي بلادي، شياطين الانس والجن، فجاءت لو. احدثكم عن وطن يسقط للمره المليون في اختبار الانسانيه. كل الوطن من محيطه إلى خليجه يرسب في اليوم عشرات المرات في إثبات إنسانيته. أحدثكم عن الوطن العربي الخارب حيث حياة الإنسان بلا ثمن. أحدثكم عن الوطن الذي عندما يسألني أحدهم عرفني عن وطنك أقول له هو هناك حيث لا عدل ولا حرية ولا إنسانية. أحدثكم الليلة عن الوطن العربي الهارم حيث يرتفع سعر كل شيء ارتفاعا فاحشا في حين لا يقل إلا ثمن الإنسان، حتى أصبحت حياة الإنسان في بلادي لا تساوي شيئا. زي ما قال أحمد مطر: نموت كي يحيا الوطن، يا سيد انفلقت حتى لم يعد للفلق في رأسي وطن، ولم يعد لدى الوطن من وطن يأويه في هذا الوطن. أي وطن؟ أي وطن؟ الوطن المنفي أم الوطن الرهين الممتهن؟ أم سجننا المسجون خارج الزمن؟ نموت كي يحيا الوطن؟ نموت كي يحيا الوطن؟ يحيا لمن؟ لابن زنا يهتكه ثم يقاضيه الثمن، من بعدنا يبقى التراب والعفن. نحن الوطن،
من بعدنا تبقى الدواب والدمن. نحن الوطن إن لم يكن بنا كريما آمنا ولم يكن محترما ولم يكن حرا فلا عشنا ولا عاش الوطن. ما تعيش من 3 أيام والجزائر أعلنت وفاته اليوم، لكن الوطن بيموت كل يوم. الله غالب.